السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فنون اللاندسكيب. هرمونات التجذير، وإيه هي بدائل هرمونات التجذير اللي ممكن أي حد يعملها بأدوات بسيطة تقريبا موجودة في كل البيوت؟ طبعا هرمونات التجذير دي هي مواد منشطة لاستخراج الجذور في وقت قليل على العقل الجديدة. يعني لما نيجي نعمل عقل جديدة في المشتل او في البيت بنستفيد من هرمونات التجذير اننا بنسرع وقت التجذير للعقلة نفسها اللي احنا عملناها. طبعا في البداية هرمونات التجذير دي اساسا النباتات بتنتجها بنفسها، بتوجد هرمونات التجذير دي بكثرة في بعض النباتات زي شجرة الصفصاف مثلا، دي موجودة فيها بزيادة. طيب هرمونات التجذير اللي موجودة في السوق طبعا بتبقى غالية شوية، وفي موجود لها بدائل كتيرة. احنا ممكن نستغني عن هرمون التجذير ونستعين ببعض الاشياء التانية اللي تغنينا عن هرمونات التجذير. عندنا 5 بدائل لهرمونات التجذير. البديل الاول وهو مخلوط العسل والقرفة، والبديل التاني وهو خل التفاح، اما البديل التالت وهو الاسبرين اللي هو الريبو، اما البديل الرابع وهو صبار الالوفيرا، وبالنسبة للبديل الخامس وهو عصارة الاوراق الحديثة لبعض الاشجار زي شجرة الصفصاف او الحور. طبعا بدائل هرمونات التجذير دي كلها بيبقى لها كميات معينة، نسبة خلط معينة هنتكلم عنها في فيديوهات تانية ان شاء الله بالتفصيل، لكن النهاردة هنتكلم عن اول بديل لهرمونات التجذير وهو مخلوط العسل والقرفة. طبعا اي نوع من انواع العسل بنستعمله بالاضافة للقرفة المطحونة، بناخد طبعا 2 معالق قرفة مطحونة وبنخلطهم على 3 أو 4 معالق عسل، وبنخلطهم كويس جدا مع بعض، وبنغمس طرف العقلة السفلية داخل المخلوط، وعلى طول بناخدها نزرعها داخل القصيص او في الاكواب البلاستيكية اللي احنا بنجهز فيها العقل الجديدة. وطبعا زي ما احنا عارفين ان مخلوط العسل والقرفة ده يعتبر افضل بديل لهرمونات التجذير، لان طبعا كلنا عارفين ان العسل فيه مضادات للبكتيريا والفطريات اللي ممكن تتكون على العقل، بالاضافة لان القرفة تعتبر منشط قوي للجذور. الخليط ده يا جماعة بيدفع العقل انها تكون جذور بشكل سريع جدا جدا. طيب لو مفيش هرمون تجذير العقل مش هتطلع جذور؟ يعني مش هتجذر؟ لا طبعا هيطلع لها جذور وكل حاجة، لكن بتاخد وقت طويل، فاحنا عايزين نسرع عملية الانتاج، وده اللي بيستعمله معظم اصحاب المشاتل في انتاج شتلات جديدة. فانت ممكن بسهولة جدا تعمله في البيت عندك، لو عندك شجرة مسك الليل، شجرة ورد بلدي، شجرة جهنمية وعايز تعقل منها، ممكن تاخد من الاشجار دي كذا عقلة وبتعمل المخلوط العسل والقرفة ده في البيت عندك وبتستعمله في انتاج شتلات جديدة بشكل اسرع في البيت. وبكده نكون عرفنا ايه هي بدائل هرمونات التجذير اللي اهمهم مخلوط العسل والقرفة اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة في الفيديو. شكرا ليكم، واتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل وتشيروا الفيديو على اوسع نطاق وتعملوا لايك للفيديو علشان تدعمونا، ولو حد عنده اي تعليق ممكن يسيبه لنا تحت في الكومنتات واحنا ان شاء الله بنرد عليه. في رعاية الله.